كتير بتقول ان هم يعني المهاجمين كانوا بيعانوا معاك، كنت فاريمهم بلغة. سمعت كلمة المدافعين الرخم دي؟ من المدافعين الرخمة؟ حاجة حلوة، دي حاجة حلوة. مش مين من اللعيبة كان بيقول لك كده؟ لا كان على طول عمرو زكي. عمرو زكي على طول كان بيقول، او جمال حمزة كان يقول لك انت من المدافعين الرخمين. انا وائل يعني كان جمال حمزة على طول يقول لي انا مش عارف اعمل ايه، اروح اجي ناحيتك تضربني، اروح ناحية وائل تضربني، اعمل ايه مش عارف. يعني كنا فعلا، ان هو مستر مانويل على طول كان بيحملنا مسؤولية الدفاع بالذات. هو كان عنده سياسة كده يقول لك انا كده كده معايا نقطة، كسبت ما اخسرش، فانتوا اللي تشيلوا الماتش ده. كل ماتشات افريقيا بالنسبة لنا المدافعين، لان طبعا عارف حضرتك ماتشات افريقيا والحكام والتحكيم فبالنسبة لنا احنا كنا يعني الناس اللي بتقول لك التحكيم واللي بيقف مع الناس ده، احنا شفنا بلاوي في افريقيا. يعني مرة كنا بنلعب فرقة اسمها انيمبا كسبانين 1-0، والحكم كان كيم لي شونج، الحكم الرابع بره عشان رفع الوقت الضايع، مش لاقيين الحكم، الجماهير بنبص الجماهير خطفان بعدها معاه فوق عشان ما يرفعش الوقت. الحكم حاسب كده وقته وراح ماشي بزافي كده. الجماهير الحكام معانا بيبقى صعبه جدا. فاحنا بالنسبه لنا طبعا يعني الماتشات في افريقيا كمدافع بيبقى العيب عليك انت، لان الفرق الافريقيه انت عارف حضرتك بتبقى هجوم مع حماس الجماهير. طب مين المهاجم اللي انت تحس او عدى عليك كم مهاجم تحس يا ده كان ماتش غلس قوي وده تعدي فعلا، تفتكر مين المهاجمين دول؟ كان في مهاجم بيلعب في انيمبا اسمه ستيفن وارجو، كان الاهلي بيفاوضه فتره. ستيفن وارجو كان عامل زي ميسي كده، رجليهم قواصه كده بس لعيب جامد جدا. ميسي على ميسي بقى. لا هو كان صراحه كان ماسكنا هناك، كان هارينا كان ماسكنا هناك، بس كنا قافلين عليه كويس. الولد لعيب كويس وبياخد الكوره من نص الملعب بيعدي من اي حد. ده تعبك فعلا؟ تعبنا كلنا. او ما حدش اترقص منه، كل الفرقه اترقصت منه، بس كنا بنقفل يعني كنا بنضيق عليه المساحات كويس. هو كان راس حربه ولا 10؟ كان بيلعب بيلعب ايه يعني شادو سترايكر كده. هم بيلعبوا 9 ونص بيجي يعني بيجي من تحت على طول، بينزل يستلم فيرود بس ينزل يستلم الكره من تحت. بس احنا كنا يعني كابتن مستر مانويل كان مفهمنا كويس، لان احنا كنا بنلعب بطريقه يعني احنا كان الناس فاكره ان احنا بنلعب 5-3-2، احنا كنا بنلعب 3 كان على طول الباكين طايرين، سواء جيلبرتو او احمد فتحي صحيح طايرين، انا بلعب سيرد باك ناحيه الشمال وعماد النحاس في النص ووائل جمعه ناحيه اليمين، والباكين طايرين انا على طول الناس انا بغطي على جيلبرتو ناحيه اليمين او سيد، ووائل بيغطي على احمد فتحي او بركات السنة اللي بيلعب. كان مستر مانويل عنده الاسلوب ده في التمرين، وبيعرف يوقفنا صح، وبيعرف يخلينا نقفل صح، يعرف يخلي الكوره فعلا نميل كلنا ناحيه الكوره واحنا بندافع، وبيفتح الملعب كويس واحنا بنهاجم. فدي فعلا كان لا مستر مانويل ذكي جدا في التعامل مع الماتشات وبيذاكر كويس جدا. يعني فرجنا على الماتشات ونذاكر الفرقه كويس جدا. انا كنت بنزل الماتش انا عارف المهاجم ده بيعمل ايه، بيذاكر خصمه كويس، بيذاكر يعني مبارياتهم ايه. هو كان جايب معاه واحد اسمه اوسكار بيحلل الماتشات، حتى ادائنا بيصور بكاميرا غير كاميرا التلفزيون. يعني مثلا بيصور الماتش من كاميرا التلفزيون خاصة. كاميرا خاصه لا كاميرا خاصه بيقعد في المدرج بيقعد في استاد القاهره يطلع يقعد في ابعد حته فوق ويجيب من فوق بيعمل ايه. مثلا الهجمه مثلا قدام مع متعب بيصورنا انا ورا وقال جمعه وعماد النحاس بنعمل ايه، انا بطلع ورا الهجمه بقى بضايق المساحات ولا لا. يبدا تيجي تاني يوم مستر مانويل يروح مفرجني يقول لك احمد انت الكره دي لازم كنت تطلع ورا الكوره، ما ينفعش تسيب المساحه بين نص الملعب كبيره. مانويل جوزيه مأثر فيك قوي وفاكر له حاجات بالتفصيل طبعا، ليه ما فكرتش تدرب؟ بس انا يعني مش حابب التدريب قوي، مش عارف انا بتضغط بسرعه، مع ان ده يعني بتضغط بسرعه حل معظم اللعيبه. بص كابتن هاني عارف التدريب اللي بتضغط بسرعه ولا التدريب يعني طبعا الانسان العصبي في اللعب بالظبط عصبي في اللعب، انا كنت عصبي جدا في اللعب. اللي عنده حميه بيتضغط بسرعه. يعني الواحد لما كان ماسك كابتن، لما كنت كابتن النادي الاهلي، كان الواحد حمل هم فرقه، يعني فرقه ده لبس الاكل امتى، لكن الواحد متخيل نفسه ان هو مسؤول عن 30 لعيب، وال 30 لعيب وكابتن هاني عارف كل واحد بمشكله ومسؤول عن كل حاجه وكل يوم مشكله. فطبعا دي ده حمل كبير، شد عصبي طبعا. لا الموضوع صعب كابتن هاني عارف طبعا، كنت عايز تقول كبير. لا انا زي ما بقول هي عمليه التدريب اولا لازم تكون دي مهنه صعبه ولازم تكون يحباها. يعني مهنه ديت لازم تكون حابه مهنه التدريب لانها مهنه صعبه جدا، وفي نفس الوقت يعني في متعه، يعني متعه الواحد وهو بيدرب في متعه، لكن لازم تكون حاببها.